هذه وقفة مع قول ربنا جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية الكريمة أصل عظيم في وجوب تأديب الأولاد وتربيتهم والإحسان في تنشئتهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله ويوجب دخول النار، وأن هذا الأمر مسؤولية عظيمة يتحملها الأبوان، ويعين على هذه التربية أمورا عديدة لا بد من الاهتمام بها. وأسأل الله عز وجل أن ييسر بيانها وإيضاحها، وما التوفيق إلا بالله. أولا العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يجنبهم الفتن وأن يجعلهم ذرية صالحة. وهذا الدعاء لا يبدأ من حين وجود الأبناء، بل حتى قبل الوجود، قبل أن يوجد الأبناء تسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذكر سبحانه وتعالى من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده، فدعوة الوالد لولده مستجابة، فيحرص أن يكون داعيا لولده لا داعيا عليه. لأن بعض الآباء عندما يغضب من ابنه ربما بادر إلى الدعاء عليه، حتى إن بعض الآباء إذا أخطأ ابنه في أمر من أمور الدنيا أو المصالح الدنيوية أو حاجات الأب الدنيوية ربما دعا على ولده بدخول النار أو أن يبعده الله من رحمته أو يلعن مثلا ولده أو نحو ذلك، والعياذ بالله. أين عقل هذا الأب؟ أين تفكيره الصحيح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحرص الأب على أن يكون قدوة لأبنائه، وأمر سبق بيانه، بأن يكون متحليا بالخير، معتنيا بفرائض الإسلام، واجبات الدين، أن يكون مبتعدا عن الحرام ومبتعدا عن الآثام. وفي الغالب الابن يحاكي والده، ويقلده وينظر إلى أعمال والده وتصرفاته وينشأ في الغالب على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فينظر على ما اعتاد عليه والده والأعمال التي كان عليها والده، فيحاكي والده ويقلده في أعماله وأوصافه وتصرفاته. ولهذا يقال: الولد سر أبيه. وهذا يستوجب
من الأب أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بأن يكون قدوة صالحة لهم في الاستقامة والطاعة والمحافظة على عبادة الله سبحانه وتعالى الفرائض والقيام بالطاعات والبعد عن المنكرات والمحرمات. الأمر الثالث الاجتهاد في التربية والتأديب، لأن هذه مسألة تحتاج إلى صبر، مثل ما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما يصلح الملل، ما يصلح الملل في هذا المقام، بل اصبر على أبنائك، اصبر على أيضا التفاوت في الأخلاق بين الأبناء، تفاوت في التعامل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيحرص على تأديبهم، تربيتهم، متابعتهم، ملاحظتهم، توجيههم، مناصحتهم، إرشادهم بشكل يومي ومستمر، إن كان خيرا شجع عليه، وإن كان منكرا حذر منه ونهى عنه، يبين لهم الواجبات والفرائض ويحثهم عليها وينهاهم عن المنكرات والمحرمات ويحرص على إبعادهم عنها. وهذا أمر كما أشرت يحتاج إلى مداومة ومجاهدة واستمرار ومتابعة. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي العناية بها في هذا المقام، مقام تربية الأبناء، توفير وسائل النفع والفائدة. وفي الزمان، وفي هذا الزمان، كما أنه وجد كثير من الوسائل التي تفضي بالناس إلى الفساد والهلاك، فإنه أيضا في المقابل وجدت وسائل كثيرة لم تكن موجودة قبل تفضي بالناس إلى الخير والصلاح والاستقامة. فيحرص على توفير الوسائل المفيدة النافعة لأبنائه من محاضرات ومواعظ ودروس ومؤلفات وخطب وكلمات وغير ذلك من الأشياء المفيدة النافعة للأبناء في تربيتهم، ويحثهم على حسن الاستفادة منها والانتفاع. الأمر الخامس أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بتجنيبهم وسائل الفساد وطرائق الشر من القنوات الفضائية المفسدة ومواقع الأنترنت الموبوءة المهلكة وغير ذلك من الوسائل التي كثرت في هذا الزمان. وإذا اضطر إلى بعض هذه الأشياء، أعني بعض هذه الأجهزة، إذا اضطر إليها ورأى أنه مضطرا إليها فلا بد من متابعة دقيقة حتى لا تكون تلك الأجهزة سببا لهلاك ابنه، إما بشبهات مفسدة لعقله أو شهوات مفسدة لدينه وعبادته وطاعته لربه سبحانه وتعالى. الأمر السادس أن يحرص على الرفقة للأبناء وتوجيههم على حسن الاختيار للرفقاء والأصحاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. فالصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، ولهذا يحرص الأب على
توجيه أبنائه التوجيه الصحيح في اختيار الرفقة، رفقاء الخير والصلاح والاستقامة والمعونة على المصالح الدينية والدنيوية، وفي الوقت نفسه يحرص على إبعادهم عن رفقاء السوء وخلطاء الفساد. الأمر السابع أن يتذكر الأب وكذلك الأم أن هذه التربية وهذا التأديب وهذه المتابعة للأولاد مسؤولية، واجب ديني مطلوب منه ويحاسب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ولدك فإنك مسؤول عنه. ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عنك، عن برك وطواعيته لك، فأنت مسؤول عن ولدك وولدك أيضا مسؤول عنك، أنت مسؤول عنه من جهة التربية، وهو مسؤول عنك من جهة البر، فأدي هذه المسؤولية المنوطة على عاتقك والتي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وليكن قدوتك في هذه التربية والتأديب والتنشئة للأبناء أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده. وهذا الأمر الثامن من الأمور المعينة على تربية الأبناء، أن تقرأ سيرة الصالحين وأخبار الأولين، كيف كانوا يربون أبناءهم، كيف كانوا يتعاملون معهم، ما هي الوسائل والطرائق التي استعملوها واستخدموها. فمن يقرأ في سير الأولين يجد من حسن المعاملة وحسن التأديب وحسن التربية والتنشئة على طاعة الله والاستقامة على عبادة الله ما يكون معونة له على تأديب أبنائه وتربيتهم. الأمر التاسع: ألا تستعجل النتيجة، لأن بعض الآباء ربما يرى على ابنه خطأ أو منكرا فينهى مرة ومرتين وثلاث ثم يصاب بشيء من اليأس والقنوط، فلا تستبطئ النتيجة وقل إن لم يهتدي اليوم إن شاء الله غدا، وإذا جاء الغد ولم يهتدي قل بعد غد، وأحلم عليه وارفق به وانظر له بعين العطف والشفقة والرحمة وتابعه في التأديب والتربية، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا في باب التربية عندما يغلط الابن بعض الأغلاط المعينة ثم لا يحتملها الأب ولا يحسن التعامل معها فينهى ابنه مرة أو مرتين ثم يتخذ موقفا حازما مع ابنه ربما يتسبب في تفلت الابن تفلتا أشد ووقوعه في منكرات أعظم، وربما كان ذلك سببا لتخطف أهل الباطل له. لكن عندما لا يستبطئ الأب النتيجة ويحلم ويتودد ويصبر وينصح المرة والثنتين والثلاث ويبحث عن الطرائق المفيدة النافعة في هذا الباب، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تثمر له الثمرات العظيمة النافعة. الأمر العاشر ولعلي أختم به، ألا وهو
الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة، الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة والمحافظة عليها. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيعتني بالدرجة الأولى بأمر الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة. فتعتني بالدرجة الأولى بالصلاة. والله جل وعلا قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة ومزدجر، معونة على الطاعات الأخرى ومزدجر أيضا عن المعاصي والآثام. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية. اللهم أصلح لنا يا ربنا أجمعين النية والذرية. ولا تكلنا وإياك.